نرحب ترحيبا خاصا من قلوبنا جميعا الشاعرة والمبدعة أختنا الأستاذة فاطمة بن محمود التي تكفلت بالمجيء من تونس العاصمة في هذه الحرارة وجاءت وحيدة في سيارتها. أحيانا أحب أن أنهر أطفالي عن لهوهم، أدفعهم لدروسهم وأنفرد أنا بلعبهم. ثم جاءت قصيدة الشعر الحر، ثم هي منصور الشعر بير كريم ومدير دار الرقم الصغير. مرحبا بكم في إطار تظاهرة ملتقى خليفة الهادي للتقابل الدا الدورة 11. متنوع، فيها النشاط الفكري، محاضرات، فيها الموسيقى، فيها المسرح، فيها الفنون التشكيلية. كما شفت في الدورة دي اللي هي انطلقت اليوم بداية من الساعة 10 صباحا مع ورشة الرسوم الحافتية اللي هي مباشرة على الطريقة الرئيسية أمام دار الثقافة. لوحات زيتية معروضة الآن في فضاء دار الثقافة، واللي هي المعرض الأول للأستاذ مها، هم لوحات أطلقت عليهم معرض منام. وحقيقة أنا سعيدة جدا وتفاجأت أنها مدينة جميلة وكبيرة ونظيفة، هذا رائع جدا. ثم أيضا لها هذا الملتقى الجميل في دورة 11، شرف كبير أني نحضر في الدورة هذه. ساهمت في أمسية شعرية مع الشاعر الصديق الرائع عادل مالك ومع الشاعرة هالة بوجدي. صف الأخيرة ما 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 يا اللحظة الساحرة، يا اللحظة الساحرة حين تقطر الحياة شهية، حين نرضى أن ننتشر شظايا يحفظها على الورق ويغسلها العرق، عرق الجوع إلى النطق. فآهل يا نار الوجيعة إذا صارت الكلمة وضيعة. طريف الأمسية هذه أنها كانت أمام حشد كبير من الأطفال، وهذا رائع جدا لأني أشعر كل شاعر أعتقد أنه طفل في داخله، فأنا حسيت روحي في صحني بارشة أمام مواجهة هؤلاء الأطفال من مستويات مختلفة من التعليم الابتدائي ولا الثانوي. وفي نفس الوقت هذه نتصورها بادرة حلوة بارشة، بس تتعمم في ملتقيات أخرى أنه يكون حضور أساسا حضور تلمذي، علاش خطر يعمل ذاكرة حلوة للتلامذة، ثم يبث فيهم الاهتمام بالجمال، الجمال في الشعر أو في القصة أو في اللوحات التشكيلية أو في السينما أو غيرها. إذا كان مش يكونوا مبدعين مش يكونوا متذوقين رائعين للجمال. أصبح علي الحال فهذا مضر كثيرا للشعر. والروح وأنا بانتباع رائع جدا عن مدينة صيدا، عن الأهالي لطفاء جدا، استقبلونا بحب كبير، استقبلونا بشعرية كبيرة برشا وجمالية رائعة، قبلة لأرواح من جميلة. حقيقة أنا سعيدة جدا، ولو تتوفر فرصة مش نجي في سيارتي، نجي حتى ستوب مهم نجي ونلاقي الناس الطيبين هذوك ونقرأ القصائد الصغيرة اللي تفعلوا معنا. برشا نشكرهم برشا. بالنسبة لهذه الدورة حضور طيب
ومشرف، لكن بودنا يكون أكثر من هيك، مكثف أكثر من هيك، ولاحظنا عنصر غياب بعض من نخبط القبيل في المدينة، ونتساءل لماذا، وفي حين ما بلغتها الدعوات ويحبذا يحبذا بالدورة القادمة يكونوا حاضرين ويكونوا سند لهذه التظاهرة وحرصا على الاستمرارية وتواصل ونجاحها.